بالنسبة للتسول هذا معناها موجود برسك في العاصمة كثرت برشا. هي خايبة الحالة في تونس عندنا توا خايبة. بارتو اللي الطلاب في الوزارة طلاب، في الرئاسة طلاب، في المجلس التأسيسي طلاب. ياسر دولة كلها وليت طلاب. شركات قاعدة تقع بشيء ذا وخاصة بعد الثورة ثم ناس يحطوهم في بلايس يركزوهم. ما نتصورش كان واحد يعمل هكاك وهو عنده منين ياخو ولا منين يخدم ولا هو يراه باش ياخو فلوس تجيه بالسير خير من يتعب عليه. تشوف عبيد معناها تتسول الوغ كو هما قادرين في النهار ينطروا معناها 30 40 دينار جورنال. فما شكون يستحق وفما شكون لا. قول يعطيني باش ناكل ولا كذا نقول له اجي نشري لك كسكروت ونشري لك. قول لي لا نحب فلوس. تونس ولات متسوله. ما فماش واحد يبات جيعان في تونس راه. يلموا في فلوس هكاك من عند العباد ماهيش حاجه باهيه. والعبد التونسي هاكا يمد الربي الراجل عليه هو الراجل باش يمشي يخدم باش يعمل الفلوس مش باش يمشي يمد يده ويطلب. اليوم تشوفوا يتساول الصباح العشيه تلقاها فهمتي بوزي عاملينها مش شهريه عاملين معاهم صنيه جمله يصوروا بها الفلوس. نساء تلقاهم لابس عليهم معناها ماهمش اكلي اسي اجي مازالوا شادين صحيحتهم ينجموا حتى يخدموا حتى معناها في الديار. لا يعني نشوف كان يمشوا يخدموا على رواحهم خير. لا ظاهرة استفحلت برشا ويلزم وقفة صحيحة. إذا كان باش تعالج الظاهرة عالج هالكل. هبت لنا قيمة نتاع البلاد نتاعنا 80%. هذا ما يحسن الناس صورتنا معناها قدام الأجانب معناها في البلدان المتقدمة. خاصة احنا عندنا توا خاصة في وقت سياحي الناس تجي من برا واحد. يفوا غيتي سا.